السلام عليكم. كتتم الدورة تريد بابل اليوم ان شاء الله غنوريكم كيفاش تقادوا اول ديزاين لكم بطريقة سهلة وبلا ما تحتاجوا لا فوتوشوب ولا الستراتور. يلا تبع معي الفيديو حتى الاخير حيت هذا الفيديو بالضبط يقدر يغير فيك بزاف ديال الحوايج. اذا كيف كنعرفوا مجال البي او دي كيعتمد في الاساس على التصاميم المبتكرة واللي كتكون فيها واحد اللمسة ديال الفنان، اما في اختيار الالوان نوع الخط وبزاف ديال الحوايج اللي كيتجمعوا وكيعطيونا واحد التصميم اللي كيجبد الناس وكيخليهم يشريوه. وحيت انت وانتي مبتدئين غنوريكم اسهل طريقه باش حتى نتوما تقدروا تصاوبوا التصاميم ديالكم بكل سهوله، فقط غيخصكم تبداو من دابا وتطبقوا هذا الشيء اللي غنوريكم. اذا الموقع اللي غنخدموا عليه هو موقع كانفا. فهاد موقع كانفا بزاف ديال لي ديزاينر والمصممين كيخدموا عليه، وإلا ما كنتيش كتعرفوا فراه اليوم ان شاء الله غنعطيكم واحد النبذه عليه وغنوريكم كيفاش تخدموا عليه. فهاد الموقع كيعطينا بزاف ديال التصاميم جاهزه للتعديل، ما غنبدلو فيها حتى شي جهد. بالنسبه لهاد الموقع كيوفر لنا خطه مجانيه وهي اللي غنوريكم وهي اللي غنبداو بها ان شاء الله، ومن بعد ملي تولي تدخل شويه ديال الفلوس تقدر تنتقل للخطه المدفوعه اللي حتى هي ما غاليهاش بزاف. وقبل ما نبداو نقادو التصميم ديالنا غنختاروا مثلا شي تصميم فريد بابل ونحاولوا نقادو شي تصميم قريب ليه، علاش لا ما يكونش احسن منه. اذا خوتي هذا هو موقع فريد بابل، غنجيو مثلا هنايا وغادي نشوفوا اشنو من الحوايج اللي ترند. فمثلا هذه الجمله فرايا ترند غنحاولوا نبحثوا عليها. هنا عندنا تقريبا 2215 في ريزولت، دونك هذه راه تقريبا تقدروا تخدموا عليها دابا، ولكن بشرط تشيكيوها واش فيها تريد مارك ولا كوبي رايت. باش ما نطولش هذا الفيديو، الا بغيتوا تعرفوا الطريقه حاولوا ترجعوا للفيديو اللي سبق اللي خصصتو الكوبي رايت والتريد مارك، طريقه سهله باش تعرفوا هذه الكلمه واش نقدروا نخدموا عليها ولا لا. هادو هما التصاميم اللي داروا الاصدقاء والناس في ريد بابل، غنحاولوا نشوفوهم. وباش نكون واضحين خوتي، من اهم الحوايج اللي كيعتمدوا عليهم المصممين هما التغذيه البصريه. كيفاش التغذيه البصريه؟ هو انك دائما كتحاول تشوف الناس التصاميم اللي داروها تتانسبيرا منهم، وفي نفس الوقت كيكون عندك واحد الباجاج كبير بانك انت تقدر دير دي ديزاين اللي كيشبهوا لهم ولما لا يكونوا احسن منهم. وكلما كانت عندك واحد التغذيه بصريه كبيره الا وكان عندك افكار اكثر. اذا مثلا غنشوفوا هنا، يعني دائما التصميم كتكون فيه الكتابه، كتكون فيه الجمله، وكتكون فيه شي حاجه كتعبر على الطبخ. كيف كتلاحظوا خوتي، لاحظوا معايا هنا. اذا حنا الطريقه سهله باش نقادو هاد الديزاين، لانه اغلبيه كيكون ديزاين عادي. ثلاثه ديال العوامل اللي كتعتمد عليهم، كتختار خط يكون زوين مناسب لهذاك الشيء اللي كتبتي، ثاني حاجه الوان يكونوا متناسقه، ثم الحاجه الثالثه هو انك تجبد هاد الايقونات، تحاول تشوف اما من كانفا اما فيكتيزي ولا فري بيك. بزاف ديال المواقع كيعطيونا هاد الفيكتور زادو اللي تقدروا تخدموا بهم. حنا دابا غادي نعولوا على كانفا فقط باش ما نتلفكمش. اذا غندخلوا الكانفا، الشكل ديالها هو هذا. غنحاولوا نكرييو واحد الكونت ديالنا، من بعد ما كنكرييو الاكونت ديالنا غنجيو لهنا. قبل ما ندير كري ان ديزاين كنزلو هنا لتحت وكنديرو ديمونسيون بيرسوناليزي، يعني حنا غادي نحددو لي ديمونسيون اللي بغينا نخدمو عليهم. هنا غادي نديرو 4500 في اللارجور، والاوتور غنديرو فيها 5400، ودائما بيكسلز. حاولوا تختاروا بيكسلز عندكم، تختاروا شي وحده اخرى من هادو لانه يخرج لكم التصميم ماشي هو هذاك. من بعد ما كنقادو هاد المعطيات ديالنا الخاصه بالديزاين غنديرو كري ان نوفو ديزاين، وهنا غيطلعوا ليا بزاف ديال القوائم اللي غادي ندوزو عليهم واحد الدوزه خفيفه، حيت الصراحه هذا موقع ساهل محتاجش بزاف ديال الشرح. فاولا غنبدل هذه الخلفيه هذه باش تكون واضحه. من هنا كنصغر كنكبر وكنصغر باش تكون عندي واضحه. نجيو لهاد لي كولور من هنا ونختار مثلا الخلفيه تكون سوداء باش يبان ليا اش كندير. فدائما حنا غادي نحاولوا نديروا هذه الخلفيه هذه سوداء، وغنديروا كوبي جهه اخرى ونحاولوا نبدلوا لها الكولور وتكون بيضاء باش تيكون عندنا ديزاين في لي تيشيرت الكحلين، وكذلك ديزاين اللي غنحطو في لي تيشيرت البيضاء. اذا غنبداو بهذا الاسود. فلاحظوا معايا خوتي هنايا، بالنسبه لهذه الايقونه هذه خاصه باخر حاجه خدمتي بها، كتكون مجموعه هنايا. هنا عندنا لي لين اي لي فورم، فشوفوا معايا بزاف ديال لي فورم. كتحاولوا تاخذوا اي حاجه بغيتوها، كنكليكو مثلا هنايا كطلع لينا هنا، كنكبروا كنصغروا كنديروا اي حاجه بغينا نديروا، بغينا نديروا اي كولور كنختاروه من هنايا.
ثم كنرجعوا مثلا هنا عندنا الجرافيك، هنا كيكونوا الصور بحال قلتي فيكتورز كناخذهم كذلك. وكيف قلت لكم فاي كولور بغيتوا تعدل عليه تقدروا تعدلوا عليه من هنا. فلاحظوا معايا مثلا هذا فاش كنكليك عليه كيطلعوا لي كاع لي كولور اللي كاينين في هذا الديزاين. مثلا بغيت نغير انا هذا الكولور هذا ديال اللون، لون البشره، غنجي مثلا لهنا وغادي نختار شي لون اخر فاتح مثلا بيض. كيف كتلاحظوا معايا اخوتي اذا هو تبدل، نجي لهاد الاخر كذلك وندير هاد اللي بحال هكا. اذا هنا بدلت ليه الشكل ديالو طريقه سهله بلا ما نبقى نكليكي على كل حاجه بوحدها. ثم من بعد غادي ننزل هنا كذلك كاين الجرافيك، هنا كاين ستيكرز، هنا بزاف ديال لي ستيكرز نقدر ناخذو مثلا شي وحده بحال هكا ونخدمو بها وراه كتبقى متحركه. هذه خاصه بالناس اللي كتخدم الفيديوهات ما نحتاجوهاش حنا. باش نسوبريميو كنكليكو على هكا كندير سوبريمي مباشره من الكلافي. ثم هنا عندنا التصاور الا بغينا التصاور نضيفوهم للصوره ديالنا. هنا عندنا دي فيديو ما محتاجينهمش دابا، لي زوديو كذلك. وهنا عندنا لي كادر كتختار اي كادر بغيتي كيطلع لك بحال هكا، تقدر تحكم ليه في الكولور ديالو، اي حاجه بغيتي تحكم فيها تتحكم فيها. نمسحوه ما محتاجينوش دابا. ثم هنا كذلك واحد الكوليكسيون كتخدموا بها الا بغيتوها، يعني كاين بزاف ديال الحوايج اللي فعلا ما كتحتاج لا تصميم لا والو. والجميل هو ان بدون حقوق ملكيه كتخدم وانت مرتاح مع راسك. اذا انا عندي واحد الايقونه اولا لوغو في البيرو ديالي وبغيت نضيفها لهذا التصميم ديالي وما كايناش هنا، اش غندير؟ كنجي هنا كنديرو امبورتي، ومن بعد هنا كنختارو امبورتي دي فيشي. مثلا بغيت ندخل هنا هذه الصوره هذه، اذا هي كتبان لي هنا باللي كتيليشارجا. من بعد هي طلعت عندي هنا، اذا هي الصوره ديالي جبتها من البيرو عندي، نقدر نحطها فين ما بغيت. دابا هنا كل شيء باين. اذا دابا غنحاولوا نقادو واحد التصميم مناسب مع هذا المثل اللي خدينا في تراند. غناخذوا هذه الكلمه هذه بيك في هي الاولى، ثم دو وورلد، ثم لتحت غنديروا ا بيتر بليس. اذا غناخذوا مثلا هنا مجموعه نتاع الخطوط، غنختاروا شي خط كيف بان لينا. فهنا اختاروا نتوما اي حاجه عجبتكم، انا غنختار مثلا هذا، نحاول نكبر شويه. انا كنوريكم هي الطريقه وانتم كنخلي لكم الابداع. هنا كنمسحو هنا، ثم هنا غنحاول ناخذ الكلمه الاولى بيك، ثم نرجع نختارها بهذا الشكل هذا، غنكبرها واحد شي شويه بهذا الشكل، ثم هنا ندير لها كونترول سي كونترول في باش نرجع وناخذ الكلمه الاخرى ديالي the world، كونترول سي نرجع كونترول في نقص منها واحد شي شوي بحال هذا الشكل هذا. دابا هنا غادي خصني نجي لهاد الايقونات اللي هنا ونجيب شي حاجه اللي كتعلق بالطبخ، نكوبي هاد بيك اللي كتعني الطبخ، ندير هنا كولي، وهنا غادي نبحث غيطلعوا لي بزاف ديال الاشكال هنايا. نحاول نختار شي شكل اللي عجبني انا واللي غادي يجيني زوين في الديزاين. اختار مثلا هذا، اذا هذا هو الشكل ديالي، خليه هنا ونرجع لهنا كونترول سي كونترول في باش نكمل الجمله ديالي ا بيتر بليس، كونترول في نقص منها شي شوي، نزيد في الطول، نعاود نقص، نعاود نقص واحد شوي. اذا هكا بنت لي زوينه، اذا هكا مزيانه. دابا هنا غنجيو لهذا الشكل الوسطاني ديالنا، غنحاول نبدل ليه اللون ديالو اللون الابيض باش يبان بشكل زوين. اذا هذا هو التصميم ديالنا، تصميم سهل. غنجيو هنايا هاد الصفحه اللي خلينا البيضه الخاصه بالتيشيرتات البيضين والستيكرز، غنحاول سيليكسيون هنا كلشي، ثم غندير كونترول سي، غنزل هنا غندير كونترول في، ثم من بعد هنا غنبدل الالوان اللون الاسود.
اذا هذا هو الديزاين ديالي بطريقه سهله وبسيطه، لان الجميل في ريد بابل وكذلك في مرش باي امازون هو انك ملي كتختار واحد النيتش اللي مربح او لا جمله او لا مثال اللي مربح كتاخده وكتمشي كتخدم عليه بطريقه سهله، كتقلب على شي فونت اللي يكون زوين ويجي معاه، كذلك لون كذلك يجي مع الجمله اللي بغيتي تكتب، وتتختار شي ايقونه ولا شي تصميم تكون سامبل، ومن بعد كتحط الديزاين ديالك. وباش ما حطيتي لي ديزاين بزاف باش ما كان عندك احتمال انك تجيب مبيعات بزاف. دابا غادي نحاولوا نتيليشارجيو الشكل ديالنا. كنجيو هنايا كنختاروا تيليشارجي، هنا كنختاروا بصيغه بي ان جي. لاحظوا معايا اخوتي هنا الا بغينا ترونسبارون يعني نقدروا نخدموه في جميع الالوان تاع التيشيرتات، فهاد الطريقه ما يمكنناش نديروها هنا بكانفا لانها كتيح لك فقط الا كان عندك اشتراك برو، ولكن عندي لكم الحل كيف ديما وحل مجاني. غنحاولوا نتيليشارجيو هاد الجوج ديال التصاميم بخلفيه سوداء وخلفيه بيضاء، ومن بعد غندوزو للفوتوشوب ونوريكم كيفاش نقدوه. اذا هنا ها هو التيليشارج ليا الملف ديالي، غندخل ليه، غنجي هنا غندير اكستراير ايسي. اذا هادو هما الصور ديالي بجوج. كنجيو هنا الفوتوشوب بطريقه سهله، كناخذ التصميم الاول ديالي كنجي كنحطو هنا فوتوشوب، من بعد طريقه بكل سهوله كنجي هنايا كنختار ماجيك كندير بحال هكذا، كنحاول نزومي شويه اذا كيف كتلاحظوا اخوتي هذه هي الطريقه باش كنحيدوا الخلفيه. هادو تقدروا تخليهم هكا، تقدروا تحيدوهم الا بغيتوا تحيدوهم باش يبانوا على حساب اللون ديال التيشيرت، يعني ملي كتحط على تيشيرت زرق كيبانوا زرقين، كتحط على تيشيرت حمر كيبانوا حمرين، من الافضل يكونوا بحال هكا. ما بغيتوش بغيتوا تخليوا هذا الوسط اسود، كنترول زد كنترول زد ترجعوا كيف كنا، فحتى هكا راه كيبان لي انا زوين. اذا ها هو ترونسبارون. اذا خوتي هذا هو الديزاين ديالي، نشوفوا كيفاش غادي يبانوا في الخلفيه السوداء. اذا هكا غادي يبان التيشيرت الاسود، وكذلك بنفس الطريقه غادي نحاولوا نجيبوا الديزاين الاخر ديالنا. هذا هو الديزاين ديالنا، كذلك غادي نجيب الممحات ونختاروا ماجيك، تاكدوا من انكم فوق الديزاين اللي بغيتو تمسحو، ومن بعد كنزوميو شي شويه بالت وبلا سوري، وهنا غادي نمسحو هاد البلايص اللي بقاو لينا وسط الحروف. الت عاوتاني ونرجعو بلا سوري اللور. اذا هذا هو الديزاين ديالنا اللي غادي يتحمل على التيشيرتات البيضاء. كيفاش غادي يبان؟ غنجيو غادي نشوفو كيفاش غيبان. اذا هكا غادي يبان في التيشيرتات اللي بيضين اولا لي ستيكرز. اذا اش غادي نديرو دابا؟ غنحاولو نديكوشيو هاد الخلفيه هادي، ثم انا كنختارو سيف وكنديرو ليه هنايا بي ان جي. ما تنساوش خوتي ضروري تكون بي ان جي. ونرجعو كذلك نديكوشيو اللوغو الثاني، ونختار اللوغو الاول ثم سيف كذلك بي ان جي. اذا كيف كتلاحظوا معايا اخوتي فدابا اللوغوات ديالنا ترونسبارون بدون خلفيه، يمكن لينا نحملهم على اي تيشيرت بغينا باي لون بغينا. وهنا اخوتي وصلنا لنهايه الفيديو، اي استفسار ولا مشكل واجهتوه حطوه في التعليق الخاص بهذا الفيديو غنجاوبكم واحد بواحد. اذا اخوتي ما تنساوناش الدعم ديالكم بجيم الفيديو وبارطاجيوه مع الاصدقاء، ثم اذا كانت هذه هي اول زياره لك للقناه ما تنساش دير الاشتراك وتفعل الجرس باش دائما تكون على القرص، اي فيديو حطيناه يطلع لك انت الاول.